يا فراج ايش فيك يا فراج؟ عبد الرحمن قلد مين انت؟ اقلد شخص صوتها جهوري، ما عاد بقلد اي شخص. اقسم بالله العظيم يا المنقل، وين المنقل؟ ما ادري من البارح يدورون العيال ما لقوه. حمد سالم، بما انك معاون دبر لنا المنقل يا اخوي. يا الله الجو، اي والله الله الجو، 9 ايام خلونا المكان يا عيال، الله الجو. طيب البلوفر ذا والله عاجبني. 9 ايام وليد، اوه يسر على الايام. عاجبك؟ لا خسرت في الدنيا وما فيها. كنت بقول والله يجيك. الله يسعدك، عشان كذا قلت والله مو عشان كذا قلت لا مو عاجبني، مو كسر خاطرك لاني ادري انك بتهديني اياه. محمد عطنا ما عطنا ما محمد عجبهم اغراض. انت صادق، بيض الله وجهك، هذا فعلا يجيك. قلتم لبه، لا تقول تم لين اجيتك عشان باقي يومين بلبسه وبعدين لبيه. يا ولد نلبس ملابس يسوي ولا باقي؟ لان عندي ملابس بكشخ باقي كذا زبد. لا ها؟ لا ما في برد؟ ما في عادي يا اخي. قول انك توها والله مسخن واطلع وسوي لك بردان. البس ما حد ردك. والله اشتك انا مره لقيت شيء، رديت للقلب ورديت لي جمره جمره، رديت لي عيال. ايش كلام الرادار في الاخير؟ رقدت انا. وش قالوا؟ نايف يمكن كم دقيقة على نايف. لا ايش قالوا صدق؟ والله قال بس انه يعني كان يتوقع يعني انه من اي واحد يقول كلام ذا الا نايف، يعني هم ما كانوا يعرفونك كنت تطقطق وكنت تمزح. وشو في يوم قلت انا اي اشكك فيه فساير لاول مرة. يعني يا الردع يا رجال، ساير ما يقدر يشك في نفسه، تبغى الناس تشك فيه؟ يعني تحس انه ما هي منطق يا عيال. تشك في ساير طقطقه طقطقه، حتى الطقطقه والضحك ياخذونها جد. لا 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 شكلك جاد انت. محور الله عليك. هذا اثر الحادث. شوف شوف الكوتشي هناك، الكوتشي هناك. ارجع 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 ارجع، قلت فادني قال وش اسوي لكم العصر وتاكلون برجر ما ادري ايش. ارجع ارجع بسم الله، احس انه شخصنها معي. ارجع والله انه احس انه شخص. رقبت شوي اليوم. لا 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 اليوم يمشي في العصر يطالع. ها انزل تحت. انا ابو سعد اليوم الكوتش يمشي يطالع فيني كذا، ارفع رجولك. انتم تسولفون يسار ويقول لي ايوه ارفع رجولك، يعني التمرين زين. ارفع تسولفون يسار يعني طبق التمرين صح. تسولفون انا مركز معكم. اللي اسمع تمرن زين ولا بحطك في راسي ترى. اوف لا ابشر يا كوتش، ابشر ابشر. جيت اليوم قلت له كوتش باقي في الم بس عادي اتمرن، قال لي لا مو بعادي، اذا في الم هذه كدمات وعضلات تحتاج راحه. لا وريح اليوم علشان تدخل معنا تحدي يوم الخميس. شكرا فرحني والله. والله ريحت اي والله، اقسم بمن احل القسم اني رجعت اتمرن معه ويدي باقي مصابت عشان مرة. لانه هو واضح انه جدي مره، في الجدي مره لازم يعني تضحي عشانه. انتوا يعني ها فيكم، انا رجال صار لي حادث والرضوض من راسي لرجلي. انا عندي اصابه اعوذ بالله محتاج يا ولد. انا فيني الم تو يطلع من البارح هنا. هذا كله تطلع يا ولد. حزام الامان الظاهر. انا شيك علي، شيك سياره. اول يوم جاء قال لي لا تدخل معي التمارين لين تشوف امورها. انا اعرف ان الاصابه يعني محتاجه تدخل ممكن طبي او جراحه او شيء، انا واضح كل تمرين اطلع مصاب منه. فقلت له قال لي لا تدخل معي. ليش؟ اشتدت منافسه، قلت بتمرن سجل حضور الحين تحديات اللي 2-2 اخسرها ليه؟ بسبب دي الاصابه اللي بالشكل. كل تحدي ايش الطياره ذي؟ عسى الله عسى الله. مروحين معهم هذا الهليكوبتر ذا. فهمت؟ والله طياره بس الشكمان منفقع شكل. شكل ما غير زيت. احمد لعبه الطائره وين؟ الشكمان مفقوع. ما شرينا بكره بكره جدولنا في الليل كره طائرة. كلمت الاداره علشان الخروج امس، قالوا امس اللي قبل متى الحادث؟ قبل امس. والله بيني وبينك نايف بعد الحادث تغيرت. كلمتهم انا طالع بنقاط، قلت يعني انا المفروض اني ارجع بدري بس صار الحادث وكذا والنقاط. قال ما في خلاص، النقاط حسمت
تحسب عليك. ايوه خصم علي 1000 نقطة. انت صادق؟ ايه ما تطلع الا بنقاط. ايه منعطب اخير. قلت لهم طيب الصلوات كل شيء محسوب للحين. الصلوات اللي تاخرت فيها المغرب العشاء المفروض يعني اني انا طالع المستشفى باخذ لي كذا يعني ابو ساعه وبرجع. هذا ما على ابو سلطان لان اذكر ان في واحد قالوا عطنا التقرير عطيتهم يا هذا الادمي ما بي ما بي يا اخوي انا توي اتكلم في الملابس الشتويه انا ما قد لبست منها لبسه. شفت احمد لبست جاكيت اعطيتهم التقرير شباب اقسم بالله ما غبني التقرير و اقسم بالله اني زابنا ابغى البسه حقتك ذي واو يشبه البلوفري والله يعني والله نفس بلوفري والله لو راح البس بلوفر نفس البلوفر وي دول اللي يحبوني غير ظلمتك يا فهد سامحني نص ساعه والله برد إيه. والله برد يا اخوي درينا ان عندك ملابس فخمه والله درينا يا عيال والله يا اخي هذه امي شاريتها لي الله يحفظ امك امي شاريتها لي شوفوا كيف حلوه اربط الحزام بس ايوه ايش رايكم مش الله مش الله لا 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 زينه فهود فهد ايوه عطها يمين يسار واحد هذا التمرين الكوتش اليوم اللي تعبك طبت اللي طيبها اسمع اي طبت اللي طيبها طيبها احمد فهد لبي. البس الكاب زين وغطى بالهذا يطلع احلى الله يورد قروشك ايوه البس زد عيال سالفتي ما عاد نكملها ايش رايك والله ما عاد اكمل السالفه احمد والله ما عاد اكمل السالفه ايش رايكم احسن تحسبني بندا ايش رايك كذا طيب قول معليش قول كمل شيء لا ما عندي انا اوف ترى ما عليها نقاط ترى أكمل. ما عليها نقاط ترى لبيه انت السالفه ما عليها ترى اعطونا ما عليها عليها نقاط حفظي حفظها حفظي قول لي سالفه مره ثانيه عيدها ادى في نقاط شفت امس اللعبه ما شاء الله قال والله ما اقوم من الكرسي انا الله خلقني كذا احب افوز حتى لو ما فيها حتى احنا كلنا ما شاء الله عليك الله لا يضرك والله يحفظك يا احمد على ملك لعين انت ترجيك يا رب انك تبعدني عن ابراهيم هذا الادمي ما تدري يمكن تجي معي وتفوز علي ان شاء الله الله يوفق عمو الله يفوزني وبس الحين ابراهيم ابراهيم ثلاث جولات كل جوله ثلاث اشخاص اربع جولات يعني 12 يعني اكشلي اي دونت نو طيب في ابراهيم سوى ذا ولا لا قول امين عمي اكيد في اربع يدك اشوف بدون جد انسحب انسحب ايوه انت ابراهيم انسحب اربع يدك قول امين لانه خلاص عطوه المغرب ما قالوا انسحب قالوا نعرف احنا في تفاهم ثاني يقول لا يقول ترفع اوراقه للمحكمه خلاص الله يزوج ولدك عبود يا عم منيب والله ما تدري من الخير وين هاري يجي يقول امين ف 12 اتوقع ان فيكتور 12 عاد عاد كلمة عمو منيب قاعد يشوفك يا منيب شوف شوف طالعني طالعني يا منيب يلا عطني بوسه من بعيد يا اخي والله لا الله حبيبي يا منيب الله يا منيب عمو منيب الله يسعدك من الناس اللي كسبتهم في البرنامج الله يسعدك والله العظيم اخلاق يا اخي موجه خبره نصوح موجه دقيقة على دقيقة يشوفك مثل ولده ينصحك يتشك على جنبي يكلمك انا اشوف فيك كذا اشوف فيك كذا عدل كذا اي والله افضحك ولا اسكت؟ لا هي موجودة عندك يقول لي عطني قصيدة في يعني هو يحسب القصيدة على طول كذا اقول بعدين هذه فلوسك ترى اضحك فلوسك ترى ريال والله بيعتها اللي يضحكيان ايه يعني كيف اليوم بفلوسي؟ الله ما حد قال لك حطيني في بالي وجاي اتعلم من انه بفلوسي اشوف طعمه زين فلوسي بفلوسي هوش لي انت اخذت لو ما اخذت الا باخذ لو اثنين وثلاثه واربعه بفلوسي ابابا راح جنب منيب عشان ندعي لابابا كمان يا رب وفق ابابا الله يوفق ابابا الله يسعد ابابا الله يوفق اللي يبغى دعوه يروح جنب منيب طب انا عندي يلا يا شباب اللي يبغى دعوه انا عندي سؤال واتحدى واحد يجاوب عليه عطنا بوز الله يوفقك قفل انا عندي سؤال في سؤال انا عندي سؤال اتحدى واحد يجاوب عليه يلا افضل مخرج بالعالم من ابابا دقيقه برضو والله افضل مخرج يوسف كمان قسم بالله يعني وبرضه لا هو يقول افضل مخرج الان يعني في الليل افضل مخرج النهار يوسف طيب دقيقه صدقوني بتصفق حسين حزني صدقوني بتصفقون من احسن ممثل هنا فهد مطيري يا
نايم انت زياد. نايم انت زياد. عرفت؟ يا لبي قلب زياد. معنا كم الله يحييهم. يا لبي والله من احسن ممثل هنا فهد مطيري. احمد عبد الله سي جي. عبد الله سي جي افضل سي جي بالعالم. الله ابو لافي. انا طالب طلبه. تعال. طالب طلبه. معنا الحين شخصيه عيال الحويه. زيود ابي يوم معي كامل اروح مش مع 24 ساعه. ها والله جوه تو والله جوه لعب الخفه من الحويه. الحويه العظيمه. شوف عبد الرحمن ضيف الله. والله نحسبه ياسر قول شايب احنا علينا بس. عيال بروح بمشط شعره وبجي. ها يا ليل يا ليل. والله نفس بعض بس هو البرتقالي فوق وانا فوق. شوف والله العظيم شوف شوف لعب الخفه غلط. لعب الخفه من الحويه عبد الرحمن ضيف الله العصيمي. ما شاء الله ما شاء الله. شوف شوف يا اخي اشغلت امنا بالبلوفرات ذي يا ولد. ايش فيهم دورنا؟ انت هذا تحت وانا فوق هذا فوق. تدري تعال طلب طلبه قلت تم. تبغى ضا يصير هنا؟ تعال تبغى ضا يصير هنا؟ تعال عبد الرحمن ضيف الله العصيمي من الحويه. شوف المهارات والشخصيه ثابته ويا سلام. شوف الحركه وحركه الطائر. ابغى ضا يصير هنا صح؟ انزل دقيقه. الله الله كيف الطقم يا عيال؟ دقيقة كيف الطقم يا عيال؟ كيف؟ الحين كيف هو؟ اسوء جميل إيه؟ جدا سروالي كيف؟ كيف يا نايف؟ جميل صح؟ خاصة هناك وانت هناك. لا لا انت هنا ولا جنبك؟ انت قلت انت قلت انت قلت. كيف يا لا تحرى وش تجيب؟ كان جاتك سالفه بيتك وخشها. ابراهيم نجاتي كيف؟ كيف اللي هذا؟ والله حلو رهيب مره. شوف واحد كيف؟ ضحي والله ضحي لباني يلا يا حبيبي يا حبي لك يا ابو يلا نلعب. نايف كيف بالله؟ والله حلو فخم. قلتك زين خلاص يا اخوي قلنا زين الله يرحم والده والديكم اطقمكم فخمه. ابغى ادشن الطقم يا عيال. يلا دشن تلبسونها هذه في نيويورك. ترى والله ترى احنا عندنا ملابس بس ما قدرنا نلبسها هنا. ليش؟ ليه؟ روحوا لندن. والله مطار هيثرو. اكبر مطار في الشرق الاوسط. فندن والله انت تروح فندن. يلا ندشن ها يلا. اقرب مني طيب. دشن معي. دشن معك. طقمك مو بزين. قولوا ما شاء الله يا اخوان. قولوا ما شاء الله يا اخوان. والله يا اخوان ترى مهارة ربانية والله ما هي مكتسب. ما انا اقول ليش تطيح سنوني. حلوة يا حلوة. والله. كل شوي مسير عليهم. ايوه ايوه. سن مجاني. اوه يا عيال ليتني ما رقدت قبل شوي. يلا دور لك عيادة دور لك عيادة ثانية. اقسم بالله اقسم بالله اكثر شيء ضحكت عليه الاسبوع ذا يوم علي الكلثمي قام. الف مبروك لعبد الرحمن عصيمي سن. انا ضحكت صدق انها اغلى من الذهبية. ايش؟ الفرحة. تدري ليش؟ لانك انت تحسب انهم بيركبوا لك سن ذهب. بس ترى بطلوها بطلوها مره قديم. تدري معي فوبيا من الدكتور اسنان. ايه بعدين يخشوا في الفضي. الفضي تدري من اول عهد النبي اللهم صل وسلم عليه كان الواحد اذا جت اصابه خشمه قطع في معركه او شيء تدري ركبوا له من ذهب داخل لانه هو هو المعدن الوحيد اللي ما يجيه البكتيريا. طقت صحيت لا والله ما في لا عقل ولا طاقي. شاء الله والله مجنون. شوف احمد شوف الولد الولد شوف الولد مجنون لابسه. انت ساحر انت تسوي دمبوشي انت انت اللي تخلي الاتحاد يخسر انت. يا ايش رايكم في جلسه هاديه كذا؟ ما شاء الله سوالف فيها سوالف حلوه. الله والله ما شفت الاستلام. كبرون عقولكم فيها شوي اكثر ناخذ سوالف يا رجال. نستفيد منها. وانا تبي تشين وليد ها تبي تشين قولي
عطني السلك. طقمي ولا طقمك؟ احمد كلنا. يلا ايوه. ها؟ بس ترى بديت احس بحر ها؟ لا والله اني برد. خلي الكشخه تنفعك. خلي الكشخه تنفعك. الركوه الثانيه. شفني جالس. يلا شفني جالس. شفني جالس. وليد تدشين. الولد طاح. خل دايم سك اللي شفني جالس. الولد. 1 وش معه؟ 2 وش معك؟ 3 تعال. وش معك سنك طاح؟ رجلي. اهتزم. وش معك؟ يطالة. ارفع رجلي. ابو نايف. الله يجعلك الصحة والعافية. ورجلي. الولد. وجاك يا ولد. تقعد بالمستشفى تقعد خذ الجمس. وليد يلا بندشن. خذ الجمس خذ الجمس وراه. يا تعال. الجمس يا محمد متعطل. كيف المهم؟ بندشن. تقعد على السكري. ايش رايك ننزل من النخلة؟ 1 2 3